بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصحابة أجمعين. إن شاء الله في التوتوريال ده هنتكلم عن التيب التالتة في الكورس بتاع لارافيل تيبس، وهو إزاي إن إحنا نعمل فاليديشن أجينست اليونيك. دلوقتي نفترض إن إحنا عندنا موقع، والموقع ده جواه بوستس أو جواه مثلا يوزر بيحاول يعمل تشينج للإيميل أدرس أو اليوزر نيم بتاعه. فدلوقتي خلينا نفترض ان احنا عندنا ادمن بيحاول يغير البوست تايتل او بيحاول يغير الانفورميشن بتاعت البوست. فدلوقتي هو عنده التايتل مثلا، وعنده الابروفال بتاع البوست دوت، ومثلا عنده البادي بتاعه، ولو في صورة للبوست دوت هيحاول ان هو يغير للبادي، ويحاول يغير للتايتل، او مثلا يحاول يغير للبادي ويحاول يغير للايمج، بس مش هيغير للتايتل، التايتل اللي هو اليونيك. فدلوقتي ايه اللي ممكن يحصل، او ايه السيناريو اللي ممكن يحصل؟ خلينا نشوف الموضوع اللي ممكن يحصل فيه. دلوقتي انا هكريت عندي في المايجريشنز ان انا عندي سترينج تايتل وهخليه يونيك، فبالتالي عشان خاطر اقدر اجيب البوست من خلال التايتل دوت. طيب فدلوقتي انا هجيب التايتل دوت هيكون يونيك، وبعد كده هعمل تكست هيكون بادي والبوليان ابروفد، ديت يعني تاتش كده لو انا عايز اخلي الداتا تكون اعمل ليست الداتا اللي تكون ابروفد بس. طيب دوت بالنسبه للمايجريشن. بالنسبه للبوست خلينا نروح على الكنترولرز، بعد كده على البوست كنترولر. البوست كنترولر في ميدل وير اللي هو الاوث، وبنعمل اكسبت للاندكس والشو. فاليوزر دلوقتي يقدر ان هو يشوف الداتا سواء كان بالاندكس او ان هو يعمل ديسبلاي لبوست معين. وبعد كده بروح على الاندكس بعمل ايه؟ بعمل بوست ابروفد. فده معناها ان انا دلوقتي عندي ميثود ابروفد هناك. لو رحنا على البوست هتلاقي ان انا عندي ميثود بسيطه جدا هناك، وهو دلوقتي ان انا بقول له وير الابروفد بيساوي الواحد، وبعد كده بعمل باجينيت هات لي خمسه بس. طيب يبقى دلوقتي احنا بنجيب الداتا اللي معمول لها ابروفد بس. خلينا نرجع على البوست كنترول. دلوقتي هنروح على الكرييت، بنعمل فيو للكرييت، بعد كده الستور بنعمل ريكويست بالتايتل والبادي. دوت فيها مشكله بس بسيطه، خلينا نشيل ده ونقول له دلوقتي ريكويست، ونقول له هنا اهو ريكويست اوف الريكويست. طيب وبعد كده هنكمل بقى الشغل الطبيعي بتاعنا، ان احنا بنحاول نعمل دلوقتي تايتل يكون ريكوايرد سترينج الفا داش يونيك بوست، بعد كده تايتل اليونيك بوست. يعني دلوقتي احنا بنقول له في تيبل البوست، وكمان الكولن اللي انت هتدور فيه هو مين، هو التايتل. بعد كده قلنا له مينيمم 6 وماكسيمم 32. البادي هيكون في ريجولار اكسبريشن لان هو دلوقتي بيكون عباره عن تكست، فالتكست اللي احنا بنحاول نكتبه دوت هيكون معانا ان احنا لازم نكتب حروف وارقام، وفي نفس الوقت نكتب هايفن اندر سكور دوت، وكمان وايت سبيس. فالكام دوت مفيش عندنا في اللارافيل فاليديشن يخلينا نعمل الكام ده، فعشان كده بضطر ان انا اعملها بالريجكس، وعشان خاطر ادخل الريجكس يبقى لازم ان انا اعملها على هيئه اري بالمنظر دوت. طيب بعد كده بنحاول ان احنا نعمل سيف للبوست، ونعمل سيشن فلاش، وبعد كده دوت شو عادي، والايديت بنعمل بنجيب الداتا ودوت من خلال الموديل بايندنج. اعتقد انت عارف يعني ايه موديل بايندنج طالما عديت على البيزكس. ودلوقتي هنا هو برده بنعتمد على الموديل بايندنج تاني، بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل ريكوست، وبناخد الريكوست دوت بنحاول ان احنا نشتغل بالتايتل، وبعد كده نحاول ان احنا نعمل سيف للفايل دوت. طيب تعالى بقى نشوف الكام دوت ايه اللي ممكن يحصل فيه. دلوقتي هحاول ان انا اروح واقول له روح على ايديت، ومثلا او خلينا نشيل ده ونقول له دلوقتي ايه ايديت، او اقول له بوست واحد مثلا ايديت، هيعمل لي ريدايركت على اللوجن عشان خاطر انا لسه ما عملتش لوجن ان. طيب هنعمل دلوقتي لوجن، نقول له محمد من 1 لحد 6. اوكي انا دلوقتي اوريدي لوجد ان، ولو تفتكر من التوتوريال اللي فات انا كنت عامل له ايه انتندد، فبالتالي انا بروح للمكان ده. طيب مشكلتنا في ايه دلوقتي؟ مشكلتنا ان انا فكرت ان انا عندي البوست تايتل دوت، دوت مفيش حد غيره طبعا موجود هناك بالاسم دوت. لو رحنا على الاوث ورحنا على البوست هتلاقي دلوقتي ان دوت ايه؟ دوت بوست تايتل. لو جينا بقى نبص دلوقتي ونعمل ايديت للبوست، البوست لسه جاي لي زي ما هو كده، انا اعمل ريفرش دوت هتلاقي هو فعلا اسمه التايتل بتاع البوست تايتل. لو جيت اعمل ايديت للبوست هتلاقي بيقول لك ايه؟ التايتل دوت هاز اوريدي بين تيكن. بس ديت مش مشكلتي انا، دلوقتي انا عندي التايتل دوت وفعلا، بس انا بحاول ان انا اعمل ايديت للبوست دوت بحيث انا هعمل ايديت في كذا حاجه بس مش هعمل ايديت للتايتل. بس المشكله مع اللارافيل دلوقتي ايه؟ انها بتقول لك ايه؟ انت دلوقتي بتحاول تعمل ايديت، وانت بتعمل لي ايديت انا هاخد الحاجه اللي انت بتكتبها هنا هشوف هي موجوده عندي في الداتابيز ولا لا، فهي هتاخد الكلام اللي موجود هنا وتيجي تبص عندها في الداتابيز، هتلاقي ان هو فعلا الكلام ده موجود عندها في الداتابيز. مش مشكلتها بقى ان انت دلوقتي ايه بتشتغل في نفس الحاجه او في نفس البوست دوت، هي ما تعرفش الكلام ده، هي كل اللي هي بتحاول تعمله انها دلوقتي بتاخد الحاجه اللي انت هتكتبها لها وتحاول تبص هل هي موجوده عندنا هنا ولا لا، فريت المشكله.
المشكله ديت قيس بقى على كده ان انت عندك يوزر بيحاول يعمل تشينج للايميل ادرس. طبعا الايميل ادرس هيكون طبعا يونيك، بيحاول يعمل تشينج لليوزر نيم بتاعه، فبالتالي اليوزر نيم هيكون يونيك عشان خاطر يعرف يعمل لوجن من خلال الكلام دوت. ونفس الموضوع هنا، البوست تايتل هو يونيك، فبالتالي هتبقى معانا مشكله في الكلام دوت. عشان خاطر نحل الكلام دوت بنرجع هنا وبكل بساطه بنعمل ايه، بندي بارامتر ثالث لليونيك، بنقول له ايه البوست اي دي. كان انت معناها قلت له ايه، انت بتقول له دلوقتي يعني انت هتدور في كل البوستس او جوه التيبل بوست الكولم تايتل في كل الكولم دوت ما عدا البوست اي دي اللي هو الاي دي اللي انا هديه لك دوت. فانت دلوقتي انت بتعمل تشينج او بتعمل ايه دلوقتي للبوست، فاني اي دي، اي دي رقم واحد. فانت كده بتقول له اهمل الاي دي رقم واحد وانت بتعمل يونيك. فدلوقتي هو هيدور على كل الداتا، هل في حد هنا يا جماعه اسمه بوست تايتل في التايتل دوت ما عدا اي دي رقم واحد، فهيبتدي يدور في كل الناس دول، مش هيلاقي ولا حد غير البوست تايتل دوت اللي هو رقم واحد، واحنا قلنا له اعمل اجنور يعني فكك منه واشتغل بحاجه ثانيه، فهو مش هيلاقي. فبالتالي مسموح لنا دلوقتي ان احنا نغير البوست تايتل دوت، او دلوقتي ان احنا نقدر نغير الداتا دي. فاقول له مثلا ايه، this is a post title to test، او مثلا this is a fast Laravel tip to use. بعد كده خلينا نرجع هنا بس نقول له هنا require string تمام، وتعالى دلوقتي نقول له edit للبوست. هتلاقي دلوقتي ان هو عمل لك فعلا ايه edit للبوست دوت. بس هو دلوقتي البوست دوت احنا مش هينفع نشوفه هنا، لان البوست دوت هو فين، البوست دوت مش معمول approved. لو جينا نعمل refresh هنا دلوقتي في البادي هتلاقي انا بقول لك ايه this is a fast Laravel tip to use. فريت الفكرة، انا دلوقتي قادر ان انا اعدل على الداتا سواء هي يونيك ولا لا طالما هي دلوقتي معايا في الايديت. فدلوقتي لو انا معايا ايديت والايديت دوت بحاول اعدل على حاجة والحاجة ديت يونيك، بس انا مش هعدل على الحاجة ديت، مش هعدل على التايتل دوت بس هو يونيك، هيطلع لي ايرور. فعشان خاطر اتغلب على المشكلة ديت لازم انا اقول له اجنور لكذا عشان خاطر تتحل. طيب ديت كانت تيب بسيطة جدا بس مهمة جدا وهتواجهك كتير جدا، فبالتالي لازم تعرف ازاي تحلها. طيب لهنا يكون انتهى التوتوريال دوت، ان شاء الله اشوفكم في التوتوريال الجاي نتكلم عن تيب جديده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.